أنهت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الفرنسية تمرينها الرابع في قاعدة نانسي الجوية شرق فرنسا ضمن سلسلة تمارين الدرع الأخضر والتي تقام كل سنتين لغرض تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية. من ناحية الإعداد والتحضير وتنفيذ الطلعة الجوية جميع الطيارين اكتسبوا خبرة يعني وأضافوا إلى خبرتهم القتالية ناهيك عن الخبرة المعلوماتية. 6 طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية شاركت مع القوات الجوية الفرنسية بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة ترافقها طائرات التزود بالوقود جوا من طراز MRTT وطائرات النقل الجوي من طراز C-130 شاركت في هذه التمارين وقدمت مهارات جماعية وفردية أثنى عليها الجانب الفرنسي. On a tous appris à travailler ensemble, à se découvrir. Et ce qu'ils ont appris, c'est, écoutez, de travailler avec nous en France dans un environnement différent de ce qu'ils ont l'habitude de connaître. Comme je vous ai dit, l'espace aérien est compliqué ici. Donc ils ont appris à travailler avec des procédures peut-être un peu différentes de ce qu'ils rencontrent. خبرات قتالية مضافة كسبها الطيارون السعوديون في مجال الحرب الإلكترونية والاطلاع على خبرات الجانب الفرنسي في مجال التقنيات الفنية الحديثة وتم استخدامها في هذه التمارين. هذه التمارين من التمارين المخطط لها والمعد مسبقا من القوات الجوية والتي تهتم القوات الجوية بإقامتها نظرا لمردودها العالي على الأطقم الجوية بصقل المهارات وتبادل الخبرات الطيران في بيئات جوية مختلفة عما هو معمول به. هذه التدريبات السعودية الفرنسية شملت أيضا تنفيذ طلعات جوية مباغتة للعدو وعمليات إنقاذ لجنود من القوات البرية وعمليات التدخل بعيد المدى نفذت بقدرات سعودية بكامل أطقمها الجوية. نجاح عمليات الدرع الأخضر وللمرة الرابعة يأتي مكملا للبرنامج المكثف والمخطط له بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين الجانبين لتكون القوات الجوية الملكية السعودية أكثر جاهزية وخبرة واستعدادا لصد أي هجوم معادي. سعد المسعود، العربية، من قاعدة نانسي العسكرية فرنسا. نجاح عمليات الدرع الأخضر وللمرة الرابعة يأتي مكملا للبرنامج المكثف والمخطط له سلفا بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين الجانبين لتكون القوات الجوية الملكية السعودية أكثر جاهزية وخبرة واستعداد لصد أي هجوم معادي. سعد المسعودي، الحدث، قاعدة نانسي الجوية فرنسا. We are here.